أيها الأحباء، ابنوا أنفسكم. كيف نبني أنفسنا؟ ممكن تكتب الجملة دي، كيف نبني إيماننا؟ ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس. هو ده المفتاح. كيف نبني إيماننا الأقدس؟ يعني إيه إيماننا الأقدس؟ أعلى مستوى الإيمان، مصلين في الروح القدس. هو ده المفتاح. إيه هو الصلاة في الروح القدس؟ الصلاة بألسان، الصلاة بألسان، مصلين في الروح القدس. ما قالش مثلا مصلين بالمزامير. رائع، جيد جدا انك تصلي بالمزامير. ما قالش بالصلاة ارتجالي مثلا، انك تكلم الرب بلغتك يعني. وقال حدد مصلين في الروح القدس. يعني ايه الصلاة في الروح القدس؟ الصلاة بالروح، الصلاة بألسنة، الصلاة بألسنة تبني إيمانك. كل ما تمارس تكلم بألسنة كل يوم، زي ما كنا بنصلي من شوية، خدنا مثلا حوالي 30 دقيقة صلاة، روحك بتكلم الله، هتبقى في الروح، هتشعر ان انت دخلت العرش الله بسرعة. اول ما تتكلم بألسنة تدخل للعرش في الروح، بالروح تصعد. انتوا عارفين في سفر الرؤيا مثلا الرب قال لي يوحنا الرائي ايه؟ اصعد الى هنا، اصعد الى هنا، علشان هوريك اشياء هتحدث في المستقبل. فربنا قال لي يوحنا ايه؟ اصعد. هو يوحنا كان فين في الوقت ده؟ في الارض. طب ازاي يصعد؟ بالروح. وانت بتصلي بألسنة ليه براكة ده؟ تحس كده ان انت ما بقيتش على الارض خلاص، انت بالجسد على الارض بس روحك في السماء. وانت بتصلي بألسنة هو ده الصعود بالروح. الرب قال لي يوحنا الرائي اللي كتب سفر الرؤيا، قال له كده يوحنا اصعد الى هنا، ينبغي ان اريك ماذا سيحدث في المستقبل. فالصلاة بألسنة هي الصعود بالروح إلى عرش النعمة. لما تدخل قدام عرش النعمة بالروح بتجد نعمة لاحتياجاتك وتنال رحمة، وإن فعلت خطية تغفر لك. لما بتصلي بألسنة وتدخل بالروح أنت بتتغسل، لأنك بتدخل في النار الإلهية، بتشتعل بالنار. إلهنا نار أكلة. يوحنا المعمدان تنبأ قال عن يسوع إن متى جاء ذاك سيعمدكم بالروح القدس ونار. النار الإلهية مش زي النار المادية. يعني لما بنقول كلمة نار بيجي في مخيلتنا إيه؟ اللي هي النار الأرضية. لا، النار الإلهية هي نيران لمعان أجد الله، هي تشبه النار المادية، لكن في عملها هي للتنقية وللتطهير. تتحول هذه النيران اللي بتغسل المؤمن يعني وبتنقيه إلى حريق على الأرواح الشريرة. يعني ليها وظيفتين، النار دي تنقي المؤمن وتطهره وتغسله من كل ذنوب وأثام، وتيجي على الأرواح الشريرة تعمل فيها إيه؟ تعذبها. دي وظيفة النيران، نيران الروح القدس. عشان كده يوحنا المعمدان وصف معمودية الروح القدس بإيه؟ بنار. يعمدكم بالروح القدس ونار. يعني إيه كلمة معمودية؟ يعني بتتغطس، زي ما أنت تعمدت في المية كده غطسوك. بس معمودية يسوع مش معمودية مية، معمودية الروح. تبقى ماشي كده انت جوه الروح، يجي ابليس يمسك لازم يعدي يخترق النار اللي انت ماشي فيها.
ابنوا إيمانكم الأقدس، ابنوا أنفسكم، ابنوا إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس.